وكلنا كنتسناو في هذه الجمعه الجايه باش عاوتاني نسمعوا شي خطبه على الشيعه، ما سمعنا والو. اذا غادي يبقى كل شيء ساكت حتى تغلغل التشيع في البلاد واللي نعيشوا الاثنيه الطائفيه القاتله كما تعيشها بلاد العراق وبلاد سوريا وبلاد اليمن وبلاد لبنان. لان علاش يا اخوان؟ الشيعة عندهم واحد مسألة صعيبة جدا وهي اللي كتخلي البلاصة اللي يدخلوا فيها كيوليو الناس شي كيقتل شي. الدين ديالهم مبني على تكفير المخالف. الإمام أحمد المذهب الشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي والصوفية وهادو مختلفين كاين خلاف، ولكن ما عمر شي واحد فيهم كيفكر باش يقتل الآخر. بينما الشيعة دينهم مبني على تصفية المخالف وقتل المخالف، وهم الخونة الذين يخونون المسلمين عبر التاريخ. قرأوا التاريخ وتشوفوا كيف خان الشيعة المسلمين ومكنوا الكفر الصليبيين واليهود من رقاب المسلمين، يتآمرون مع أعداء الله ورسوله وأعداء دينه ضد من؟ ضد المسلمين، لأنهم يعتبروننا كفارا أيها الإخوة.